اختار الإريال اللي يناسبك عشان تتفرج على قناة تايم سبورتس وتشوف كل مباريات الأمم الإفريقية بدون تشفير أو اشتراك. شرح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي. للتأكد أن الشاشة بها إمكانية دعم البث الأرضي الرقمي، الذهاب إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى القنوات، ثم توليف إعداد القناة، ثم توليف تلقائي، ثم بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل، ثم اضغط على تم واختيار قناة تايم سبورتس. أهلا وسهلا بكم في البث الأول لقناة تايم سبورتس.